احساس ديالي من بعد الحريه احساس زوين يعني عادي. ملي تيكون في الحبس راه كيحس بين حبابه والناس اللي كيبغيو. كيف كنقول لك الحريه ما خلينا عيان نهضر في الحريه شنو قيمتها، ما حد القيمه مع شي حاجه نعمه ما عندهاش ثمن، فهمتي فيك؟ الثمن ديالها من الحريه شي حاجه غاليه. فاحساس سعيد بزاف والحمد لله دازت على خير. واش غادي نقول لك تهمه؟ راه ما اش غنقولش داك الشيء اللي قالوه المحامون، وقالوا كما قال السي عبد الواحد عزيز النويضي في حوار مع اخبار اليوم، قال لك تابعت المهداوي مهزله لا مثيل لها في تاريخ القضاء المغربي. هذا محامي كف مهزله، شوف على عباره مهزله لا مثيل لها في تاريخ القضاء المغربي. هذا عبد العزيز النويضي في حوار مع اخبار اليوم في 2020. وكما قال الاستاذ الماروري محامي كذلك في اخبار اليوم في مقال، قال لك دينه المهداوي اساءه بليغه للقضاء المغربي، وهذا الحكم خصو يتحيد من ارشيف القضاء المغربي، لانه ما بعد يا ملي كيقولوا القضاة شحال، والشعب المغربي راه كامل عارف شنو كاين. والرسول يعني صلى الله عليه وسلم يقول لك وما اجتمعت امتي على ضلاله، وما اجتمعت امتي على ضلاله. يمكن شاد الناس كاملين غالطين، حتى القضاة حتى الموظفين، المدير السجن قال لي ما شدك حتى دقيقه انت الى الجريمه اللي عندك، قال لي حتى دقيقه ما خصكش تبقى في الحبس. مدير سجن ومدير خرج قال لي وموكل مالك بوليس اللي كيديوني في الترونسفير اللي كيجيبوني كلشي تيقول لك راك المهداوي كدوز حبس على ارائك وصافي، هذا هو الحق. ماشي مشكل، بلادنا هي هادي بلد الدوله بحال الام، فهمتي الفكره؟ خاك والله ما بحال شي امك تغلط فيك ولا كذا كتقول هكا، انا باش ترتاح على الاقل تبقاش وصافي. الحمد لله جات خفيفه، خافت 3 سنين في العموم خفيفه، كاين الناس راه كيواجهوا مشاكل كثار وراه الظلمه دقيقه وما مقبولش، فهمتي الفكره؟ ولكن بمنطق كثرة الظلم ولينا نقولوا الحمد لله خفيفة في 3 سنين، واش فهمتي؟ 7 15 وال 20 وال 30 وال 3 وال 4 وال 5 وال 10 نبقى نقولوا خفيفة جات. كاين مشكل في السجون، وهذا كان محط نقاش فكري بيني وبين المندوب السجون، كتبت له بزاف ديال الرسائل في هذا السياق. ملي كنهضر كنقول شنو الفرق بين، نعطيك مثال، دابا هادشي خصو بحث وما كامل الاسف. دابا شريت الروز هنا من عكاشة، انا وقعت لي الروز كيتباع في الحانوت، القفه ما كاينش روز، شريته بفلوسي. منين شريته؟ من المؤسسه السجنيه، لما تابع سجن عكاشة تابع لاداره السجون، شحال عندها مندوب بجوج. من مشيت للثلاجه قال لك لا ما يدخلش هذا الروز، كمل الحصر ديالو. لاحظ هاس مؤسسه مؤسسه كله يلغي بلغاه، ما دي فلوسكم لا ما غدخلش هذا الروز، وانا في عزله ناكلو على روز. قال لك لا سيدي خصنا التعليم حتى تجي من الرباط. وقيت قول نكتب له في واحد البلاغ، كتبت للمندوب رساله تو كنقولوا الجهويه المتقدمه ونخولوا الجهات صلاحيات وكذا وكذا، حتى الروز المهداوي خصو قرار من الرباط يجي، اش من جهويه واش والروز خصو موقف من الرباط. كتب جالو بهذه الصيغه البلدو، قلت له يقول لي انا الجهويه وغنعطيو الصلاحيات للجهات، تاع الروز المداوي خصو قرار من الرباط. هذه كاين حوايج اخرى في عكاشة، عشت مزيان في الحقيقه في شي حوايج، كنت في عزله وكان باقي هذا وكان في التهلف بزاف د الحوايج. شوف سجن امني كما كيعرفوا، وسجن ما مفهومش، حتى الموظفين كنسولهم تيقول لي والله المهداوي ما عارف هذا السجن واش سجن مركزي ولا 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 محلي ولا احتياطي، ما معروفش السجن اللي كنت فيه انا دابا، لانه مخلط. كتلقى مول 30 عام مع مول 3 مع مول 4 مع مول 5 مع مول عاصي على الوقت، كتلقى واحد عنده 30 عام مع واحد عنده، لان القانون اش كيقول لك؟ القانون السجنيه اللي فوق 5 خصو يمشي سجن مركزي، السجون المركزيه بحال القنيطره سجن مركزي، مول البرقي سجن مركزي. انسان عنده مده طويله، حيت ما يمكنش واحد عنده 30 عام كيبان له واحد داخل خارج قدامه نفسيا، حتى من الناحيه النفسيه للسجين. انا بحال دابا ملي كنت جاي واحد 30 عام قال لي سي المهداوي فوكاش، والله لا، قلت له لا عاقبيه ويطير عليا بتعنيقه مسكين، قال لي ماشي مشكله اخي المهداوي انا غلطت، فهمتي الصوره؟ ما نقدرش نقول له انا غنخرج باقي لي 3 ايام، هو باقى له 25 عام، فهمتي؟ في التور بلان باقى له 25 عام وانت تقول له انا خارج غدا، راه الم الم الم. علاش علاش كنديروا المركزي باش كنعزلوهم بوحدهم باش كيتفاهموا مع هذه مثلا السجن اللي هو قلت لك بحال هكا الاختلافات وصافي. السجن هذا امني فهمتيني، بزاف فيه الشبويك، فيه الشبويك زائد الشبويك، الشراج بزاف الشبويك، كله شبويك كله سلوكه، من ناحيه نفسيه كيفرع كيفرع تاع عكاشة. فيه الحجر عكاشة السدادر، هذا الحبس اللي كنت فيه الاخر هذا كتنعس في حجره، حجره كتفوقها ملايكه كيعطيوك واحد ملايكه كتنعسها فوق الحجر طويل،
بينما في 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 عكاشة كيعطيوك ستادر، كانت عندي ستادر زوين في عكاشة، كل كلمه انا عكاشة كان عندي واحد الماطله زوينه. هنا كيديروا الحجر مثلا في السجون العالم كامل ممنوع تنعس على الحجر، سجون العالم فرنسا بريطانيا بلجيكا اختار اي دوله، المالطه هي اللي ما فيهاش نقاش خاص سبونج. هذا اول مره كنشوف حياتي انا كاين الحجر كيبنيو السيما، كيعطيك ملايا وتصور في شهر واحد وجوج على بروده كتكون، وكاين اللي كتطلع الغموريه عرفتي البرد العذاب، كاين اللي ما كيزورش عنده عملايه، كاين اللي ما عنده يعني اش نقول لك، وتتهضر هكا يقول لك مداوي خارج راسه سخون، مداوي كيفضح. انا ما كنفضحش صاحبي، كاين ناس زوينه الله هاد البلاد الله يطول عمرها، وما نهضرش انا على الحجر مادام نسكت، ما كندوخ دابا تنقول خصني نسكت، لا غير ترجع للحبس غدا، لا ما خصك تسكت. هو بنادم خوك المسلم صاحبي، ما تعيش حتى ولا شحال قلنا، عاش الملك عاش النظام الاستقرار زيد، ما كاين الحجر لا والكرياج لا، وبغينا بلاد ما يكون السردين، لا سكت صاحبي سكت، سكتنا سكتنا شاتش ما تندوخ دابا، ما نهضرش على بنادم صافي عايش برا عندك كارت كيشي عندك فيلا صافي خوك الاخر، انا راه عندي صوت نوصل كرمني الله بهذا الصوت، واحد اخر ما قادرش مسكين يوصل صوته، فهذا هو ما تنخبخصوش اصاحبي حتى نقدو. انا بعد ما قلت للمهداوي قلت اش قلنا اش نقولوا، بعد ما كيبقاو يدخلوا لي شي تناوي في راسي بحال هاد الدوله ضعيفه زعما راه واقفه عريشه، ترى دوله عندها 12 قرن المرابطين وهي جايه كتخبط، والادارسه قبل منهم ودوز لك الموحدين المارينيين السعديين، مصيبه دوله وغادوا كتوقف 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 الوطاسيين العلويين أربعة القرون هذا واقفة، وصراعات مع الجزائر ومع فمازر وطططط والبوليزاريو وخلافات داخلية تاريخية، وهذا الدولة واقفة واقفة ما أثر فيها لا تصريح صحفي ولا فلان ولا رأي ولا والو، المرة لا سكت سكت، وإحنا عندنا حرية التعبير مضمونة في فصل كامل حق التعبير، وحرية حرية حرية حرية، شوية كتخرج لك دبابة من شي شرجم ولا كيدخل لك شي كيخرجوا لك من 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 السطح ولا ما عرفتش منين كيخرجوا لك، ما كتعرفوا ملي كيبوعوا لك شكات كراسك بالحبس ولا عندها دبابه، وبعد ما بقيت كنبقى نقول له كي دابا المهداوي كنهضر مع موظف حتى جابوك بالدبابه باقي كتهضر معايا انا داروا لك تصات تصات، وهذا موظف مسكين كيقول لي الموظف ما كيضحكوا حتى راه بدبابه جابوك بحال صباح الخير اصاحبي، تصور تصات تصات ودخلتي للحبس وتسد عليك ببساطه شديده. كاين حوايج زوينه السجن الامس ماشي هو اليوم، كاين حوايج خايبه هضرت فيها وباقي تنشد فيها، ولكن من السجن الامس ماشي هو اليوم قسما بالله، كاين واحد جوج حوايج دارهم التامك زوينين، انا التامك فاش كنقولوا في الصحه ديالي تكرفص عليا، وشي حوايج فيه قاصح في حوايج، كاين حوايج عجبني ملي دار المنسق. شنو هو المنسق؟ هو ان الموظف ما كانش المنسق على ليبوك، المنسق هو واحد الشخص يراقب عمل الموظف والمدير رئيس المعقل، لحق السلطه تحدها السلطه. أزمة السجون اليوم هو قلة، أنا كنقترح اليوم من موقعي كسجين سابق راه خاصنا نلقاو شي صيغة ديال يكون واخا عندنا موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاص يكون أصاحبي مكتب ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسط فرع، خاص يكون النيابة العامة وسط الحبس، أش صيفط لك شكاية وما عرف يقراها الآخر ولا ما توصلش يوميا الوكيل يكون هذاك راه 100,000 مغربي كياكلوا ويشربوا بشهر كتاب وفعالهم، علاش كاين غير المندوب ووليداته؟ خاص من يراقب المندوب تكون المراقبه شي كيراقب شي جمعيه، يكون مكتب ديال المجلس الوطني يوميا تقال، علاش انا المجلس الوطني نشوفه كل نهار؟ تصور الموظف يعرف المجلس الوطني معاه يقدر يدير شي مخالفه افترض، يقدر يضرب يقدر يضيع الطبيبه تعطل الفرمليه تعطل، يوميا المجلس الوطني كيدير النيابه العامه يوميا تما يوميا حبس فيها 400 ناس تكون فيه النيابه العامه، هذا بغينا الادماج والجريمه تقل، راه تصور لقيت السجن كيصنع الحقد صاحبي، كيخرج بنادم قلبه صافي حاقد صاحبي لانه كيتعرض وحق الله العظيم الى ربي شهد عليه، تلقى معايا الناس تيقول لي مال الخارج يقول الله لا رجعنا لهنا، تيقول حقت كيحقد بنادم صاحبي، الطبيبه كتعطل عليه فرمليه اكسيتيرا ماكله، رغم كاين مجهودات الموظفين كاين مجهودات السجن ما تنكذبوش اصاحبي، ولكن من السجن لقيته فضاء يصنع الحقد، حقد اصاحبي تولي 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 قاسي على البشر تولي قاسي، ولهذا شغول لك فعلي قلت لك خاص تكون النيابه العامه تكون داخل شي يجي زياره ونشوف سجل المسك الاعتقال ديك الطليله ويقدر يسنيها في الدخله ويرجع مثلا وما يشوفوش كاع اكسيتيرا، تكون يوميا زياره، انا بغيت نكون في الحبس جالسه كنسمع لجنه قدامي، ما كاينش اصاحبي كتقنع سانتو الموظف ودخل عندي وكيل واحد مره حتى شي كاين الاخر عاد شفتو، مي بيتي خص يكون فيها صاحبي تجي له اللجنه ويجي له العامل والوالي والقائد والماكين ومجلس الوطني كل مره السلام عليكم، فاش كتنعس نشوف داك الشرجم عندك كي داير الفلاش كي داير وليدي ما تشوفك حتى واحد اصاحبي حتى الموظف،
هذاك الموسيق اللي داروا المندوب اللي حدا الموظف زوين حد من الفساد، ولا الموظف كيخافوا المدير اكسيتيرا، الكاميرات اللي دار زوينين، ولا المراقبه ما نقدرش نضرب السجين في الكروه ولا في الكروه لان الكاميرا متبجه عليه، لا يدير شي حاجه مثلا في شي بلاصه كيسميوها مثلا الثلاجه ولا مثلا يعني حسب ما كيعاودوا السجين. انا ما انا بحال تيفلت جوج والله ما عمري شفت شي واحد ضرب سجين موظف، ولكن سمعت كيضربوا في واحد البلاصه ربما انا ها نقول لك انا ما نكذبش السجين كامل تيعاودوا العصا كياكل، انا ما شفتش عكاشه شفت فيها الضرب، شفت بعض اللحظات شفت فيها الضرب بعيني باط شفتهم يعني. وكاين موظفين والله لا ضربك كاين ملائكه، واحد الموظف سميتو عبد الغفور في عكاشه اجازه من خير خلق الله متقاف ونظيف والله ما تشريه بمال الدنيا ومتقاف وضريف وكيحن وكيقز بزاف، عبد الله عنان واحد الدري في عكاشه موظف ما شفتش خوه قبقشيش واحد الدري كيقول له انا كنعقل على موظفين تفتي في الجوج واحد الموظفين بزاف بوعياد بوبادر مسكين بوحبيب بوعبد الاله تنقول لك انا ما نكذبش عليه موظفين ها زوينين زوينين كاين ولاد الناس الاستاذ كيحسب السجين وكاين بعض الاخوان الاخرين وديما المسؤول هو كلش. شي عندك مدير زوين غيخلق لك السجن وغيسيد ثقافه حقوق، عندك مدير عقليه ديال كذا راه غتشوف مساله مدير في السجون كذب لك كذاب. كاين اجماع عليها غير عادله ماشي نقولها انا، كلشي المنظمات الدوليه والمراقبين والحقوقيين والمحامون اجماع ما بصد. انا نقول لك حاجه نكته، اداب القاضي وفق الفقه الاسلامي ان القاضي ما كيحكمش بالليله صح، احنا عندنا واحد الظاهره في القضاه الحسيمه بدا معايا القاضي في 9 الصباح وحكم عليا في 5 الصباح تصور 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 واش هذا روبو تحكم عليا حتى 5 الصباح بديتي في 5 الصباح وعشية وحكم على ملفات بزاف. هاد الإشكال في القضاة أن في الفقه الإسلامي القاضي لا يحكم هو غضبان ولا يحكم القاضي هو عطشان ولا يحكم هو جائع ولا يحكم السبت والأحد ولا يحكم الأعياد ولا يحكم ليلا، القاضي تحكم عليك 5 الصباح صاحبي واش فهمتيني، مثلا القاضي كيحكم عليك قاضي ما خطل فيه الله يسمح له ماشي والله بغيت غنهضر وحقي كنعقل قبلتي ديك اللقطة ما كاينش اللي عذب أسيد الرئيس لا جاوبني على السؤال سؤال أسيد الرئيس عطيني فرصة نعبر بغيت نبني لك لا 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 السؤال مثلا كنقول لك هذه حمراء ولا خضراء، حمراء خضراء بحال كدوز بيرمي حمراء ولا خضر وي ولا نو، خليني انا متهم نمشي للحبس يمشي شي واحد في القاعة انا عطيني فرصة غنهضر ورميني في الحبس انا وولادي لا في ديك اللحظة لا حبس بحال تقول انت شي قنبلة حبس لا جاوبني باغي تضغط على المحكمة انت كتضغط على المحكمة باغي توجه الأسئلة ما غاديش تجاوب على السؤال. مثلا كنقول لك انا قرعة عين سايس سرقتيها وسرقت عين سايس هالو أستاذ ما علاقت قرعة عين لا جاوبني على واش سرقتي عين سايس عطيتك مثال لا جاوبني سرقتي عين سايس انا باغي نقول لك راه الموضوع هو البراد وبصح في الميل فيه براد مثلا ملي بغيتي تقول انت البراد تقول له عين سايس جاوبني في عين سايس بحال مثلا سؤال تقول لي واش تخيل نهضر معاك بالدارجه هضر بالدارجه ولا بصبري بغيت نشرح له اعطيني وسائل اثبات ان هذاك السيد ماشي جريمه خياليه اعطيني عنده فلوس عنده شاري عنده شي علاقه مع الزفزافي شي مكالمه شي دار في هذا شي تصويره عنده شي تدوينه كاتب اعطيني اي حاجه ابسط شيء دليل وضربني له حيت هادو ما عندهمش هو عارف لي غنقول له هذه لا 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 حبس حبس لا جاوبني على السؤال واش بالدارجه ولا بالمغربيه خصك عاد تجاوب انت وفي الاخر وجلسه دازت اجي عطيني فرصه نهضر واخا غنقرا المذكره فيها 10 ورق قرا سهرت عليها لا لا ما تجاوبنيش يا من حقي انا متهم جاوبك ورق نقرا عليك الجواب تنقول له هذا السؤال اللي بغيتي هو انا كاتب ولا قول لي شفوي حيد الورق حيد الورق حيد الورق لا لا حيد الورق حيد الورق حيد الورق مرتبين داك الشيء مذكره عطيته المذكره وتكتبت في المحضر ملي قرات في الحكم ما لقيتش حتى انه تقدم مذكره المتهم ما تعرض لها هرسها في التعليل ما كاين حتى اشاره وقدم وقدم ولا مشيت للنقد باش ندفع دابا الوراق تحيدوا هادشي لا كتقرا الحكم ديال الاستاذ الطلفي الطرشي الاول اش كيقول لك ولي عيط المهداوي والثابت عندنا مذكره بحث الدوليه هي تحتنا ثابت عندنا في الميل ملي كتمشي للطرشي قلت له جبد الطلفي السين اعطيني هاد المذكره اللي قلتي ثابت ما كاينش ومشى لاخر كتبه وطني يقول البارح قلتي دوليه راه حريه الناس اصاحبي هذه قرعه كوكا ولا فانتا واحد تيقول كوكا واحد فانتا فهمتي الفكره وماشي كوكا تقول باسم جلاله الملك صح ان هذه عندي مذكره بحث الدوليه لا عندي وطني هادشي بسيط الرسيل لا ينتمي لحركه 18 سبتمبر كنقولوا اعطيني الدليل ديال 8 ينتمي في السيناف ما بقاتش كما بقاش غير مبحوث عنه ودازت كنقول لك الفصل 264 راه جريمه خياليه ريبها وحيث المتهم عند دفاع نفسه قال انه كان ازاء جريمه خياليه وحيث تقدم الفصل 264 وان الجريمه الخياليه كذا 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 مثلا
قول اي شيء احترمني. كيسمى الاحترام؟ انا متهم احترمتك وقفت قدامك في البرد وجبت لك دفاع وجبت لك با امي ومرتي كيتصنتوا في جلسه. ابسط احترام هو هضرتي ريبها لي كتخليني انا وبا امي والمحامون كنغطوا قرط قرط غط 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 ملي كتمشي للتعليل هضرتك حتى ودفاعك ديال الواد. كاين شي عندك مسؤولين تيقول لك بغيت تكتب العفو وتخرج قبل كان قبل في المحاكمه وتا ولا نهايه. كنت كنقول لهم انا لا بكل تواضع تنقول لهم انا جلاله الملك الى درت جريمه غنطلب منه العفو. ما شكون يعفو عليا؟ قلت لهم بوتفليقه قلتها للمدير الجهوي قلتها للمسؤولين. فهمتي الفكره؟ الى درت واحد جريمه الى درت واحد جريمه غنطلب منه العفو. ولكن مني انا ما دايرش علاش حد تقول نطلب؟ ما معنى عفو؟ اسمح لي اعتذر ليا صفح طلب صفح. كتكون درتي جريمه ماشي طبيعيا الملك ولا يعفو عليك وليا الشرف نكون داير جريمه. مي كنقول لهم ما داير والو انا عارف داك الشيء خوا خاوي سمحوا ليا. هذا كان هو الخلاف وصافي مع عدد من الجهات. وقف شنقول لك ضرني بزاف مجلس الوطني. انا كنعاول عادي الشهر كنقول لكم انا خلص بلاغ تنهضروا على التليفون. انا عشت معاناه الاستاذ راه اسوأ ما عشت في السجن المغربي. انا نقول لك هذه واللي قلتها لهم واللي كانت محط صراع مع اداره السجون حتى لاخر لحظه ديما عندي مشاكل معه. هو انه تيقول لك مثلا كتهضر مع زوجتك تيوقف عليك موظف بحال هكا. تصور كتهضر مع زوجتك يا صاحبي زوجة الزوجة علاقة زوجية مرتك حميم علاقة حميمية غنقول لها كوكوط غنقول لها بيعي البراد غنقول لها تسلفي من عند مرتك فلانة 100 درهم سير عند امي تعطيك شي 50 درهم اسرار بيتية. واش انت شغلك موظف تسمع هاد الاسرار البيتية؟ كيتصنت عليها صح تيوقف عليك. مرتي من كتهضر معايا كتقول كنسمعها كتقول لبنتي ولا اختها كحسيك عايز نهضر مع باباك ولا بلاتي امتي نهضر معاها. حيت الانسان بطبعو تيبغي يهضر مع حميمية يا صاحبي. تصور كيدخل الحميمية الله عز وجل ما كيدخلش بيه راجل اي حق كتسمع لي. والسميع من اخطر الاشياء. حتى المشرع في قانون المسطره الجنائيه في الماده 108 يقول يمنع التقاط المكالمات التصنت حيت مجال حساس ومقدس صعب في اوروبا. يمنع التقاط المكالمات وقيدوا المشرع حتى لا بغيتي تصنت خاص يكون جريمه دايرها قاضي التحقيق ومستثناء ولا ما تأيدش رئيس الاول محكمه استئناف ولو تكون جريمه يلغى في 24 ساعه. هنا كيبان لك المشرع وفي 24 من الدستور يقول لك لكل شخص حق في حمايه حياته الخاصه. هذا مبدا دستوري يا صاحبي الحياه الخاصه ديالي. وحنا الفصل السادس كنقولوا التسلسل الهرمي للقوانين بمعنى القاعده الادنى خاصها تخضع للقاعده الاعلى. فالقاعده الاعلى كتقول الفصل اللي هو الدستور لكل شخص حق حمايه حياته الخاصه. ما معنى القاعده الاعلى؟ التسلسل الهرمي هو ان الدستور كيجي هو الاول كيتبعوا مثلا القانون التنظيمي اللي هو مكمل الدستور وكيفسروا كيقولوا كيتبعوا القانون العادي اكسيترا وكنتموا المراسيم وحنا هابطين حتى القرارات حتى المناشير. فهاد الماده خاص اللي صغير يكون كيحترم الكبير اكسيترا وحنا طالعين. ما يقش انت كتقول لي لكل شخص حمايه حياته الخاصه واداريا في الاداره كتصدر قرار كتوقف عليا انا ومرتي يا صح وانا كنهضر مع زوجتي وانت داير نظام امني اللي ما كيسمحليش نهضر مع شي نمره اخرى في التليفون. فهمتي الفكره؟ نظام امني ما كيسمحلكش تهضر التليفونات اللي كانوا قدام ممكن تهضر لاي واحد. مي هاد هما جابوا واحد السيستيم ديال شركه اماراتيه جوبونس كتدخل عندهم واحد النمرات كتعطيهم كتقول لهم زوجه اختي واخا تهضر مع شي واحد ما يشدلكش. فزوجتي اش عند بحال واحد المره انا كنهضر مع رئيس المعقل رئيس المعقل قال للمدير قال له هضر مع بنتو جا وقف عليا رئيس المعقل قال له هضر مع بنتو في اركان الاسلام الخمسه. الموظف سمعوا سمع رئيس المعقل تيقول له شي حد قال لي هو المهداوي قال لي قلت له شنو قال لي يا صاحبي رئيس المعقل قال للمدير قال له فاش هضرت قال له كان كنهضر مع بنتو في اركان الاسلام الخمسه. اركان الاسلام اش دخلك دابا نناقشوا اركان الاسلام الخمسه طفله مع بوها. واحد المره رئيس المعقل جاب دفتره وكيكتب. تصور انا كنقول بنتي حبيبه ديالي بنتي اكسيتير قسما ورب العزه وجلاله قلت له الاستاذ الشيخ خرق وديما وخرجت بلاغ في هي اللي خرجت الاخر ديال التليفون والتصن ما عطاش قيمه الراي العام مع كامل. حيت كاين ضعف الثقافه القانونيه بحال المسائل الحساسه ود مندوبي على جوجه على التطبيب وعالجناه. ولكن النقطه الحساسه علاش ما تساوينيش مع الناس نهضر في التليفون بحالي بحال؟ علاش انا نخرج من غرفتي ونهضر في غرفه اخرى؟ علاش انا نمشي نهضر في التليفون في غرفه اخرى وكتلقى واحد سارق بنك وقاتل روح وكتكينا المنظمات الدوليه اللي قد سخط مرتين في المخدرات 24 ساعه التليفون عنده والمهداوي ما فيهش خصو يمشي مع موظف لبلاصه اخرى. والقاعده القانونيه كتعاقب على السلوك الخارجي المحسوس ماشي بحال القاعده الدينيه.
الدين كتعاقبك على النوايا، على نويتي الجريمه الله كيعاقبك، من القاعده الدين القانونيه حتى تسرق كيعاقبك. دابا اللي كيحاكموني وتقدر تقول النقابه ما وقفتش معايا كوم يلفو مثلا، كيوقفوا مع بعض الصحفيين وقفه قدام محكمه كنشوف داكشي ولافتات وكذا، يعني شنو مصيفطوا لي محامي؟ ما المحامي ما شاوروش معايا، المحامي الثاني قالوا لي في السينما غنجيبوا لك هيئه الدفاع، جا عندي مجاهد والبقالي قالوا لي عندي لك فريق دفاع، قالوا لي عندي لك فريق، فريق دفاع هو زهراش، واش هذا واش زهراش كيشكل فريق ودفاع؟ وزهراش جبتيه من عند 20 لعدي باش بان 27 الاخبار اليوم كتعاوني هي اليوم 24، كيفاش شنو زعما نخشيو البرقوق مع الكرموز؟ الناس ما كتفهمش، من 20 جايبو لعدي كي نعاه هو زهراش، لا بغيت تعاوني راه موجود المحامون وموجود، لا بغيت تشوش لي على الصوره، بغيت تصدمني مع اخبار اليوم، بغيت تحيد لي واحد الحليف اللي معاوني وجبتي لي على زهراش، وملي قلت لك لا وقلت له وعيطت له زوجتي قلت له عيطي زهراش، قول له زهراش عيب ما يدير زهراش في البلاصه، وواحد المحامي المهداوي دفاع المهداوي طالب بالعفو الملكي في سبريس، وانا كنت حاكم قالت لي مرتيها واحد العلم، انا ما العفو عباد الله، انا كنت حاكم تايق في القضاء، من اللي نسالي العفو القضاء والمحكمه وهذيك السيكلي كل ما محطه، وانت كتحاكم قدام القاضي وكيتبجي عندك واحد كيناقش معك العفو وملي كترفضوا كيف غنتيق انا غناخذ البراءه من عند القاضي، وداك اللي جا البارح ما منتابع جي انا هذيك شكت كنعيب عليهم ما تفاوتش معايا، ياك عندي تهمه كاين واحد اثبات عند دوز الحبس، انا نطلبك نكتب ماشي انت تجي تقول لي واكتب العفو، انا عارف تايق في راسك ما كنتش كنتحدى من عندي الجريمه غنكتب، بغى جلاله الملك يعفو عليا كنشكرو، ما بغاش يعفو عليا كنشكرو، هذاك الشيء صلاحيه ديالو حتى واحد ما يحاسبه، والعفو غير مقرون غير مشروط بالطلب عباد الله، العفو غير مشروط، العفو هو واحد الحق من حق كل واحد يستافد منه، حق هو العفو حق، الناس راه ما فاهمينش شنو هو العفو، وكيف جميع الدرجات تاخذوا في حراسه النظريه، تاخذوا عند قضيه التحقيق، تاخذوا في الحكم النهائي، تاخذوا في الملك عنده حق وغير مشروط بالطلب، لا دير طلب، واش المغاربه كاملين كيديروا الطلب؟ علاش انا بالضبط نكتب طلب؟ درت لهم ملتمس افراج واخا من جوادي ولا ما غيناش ملتمس افراج، خص طلب عفو، صافي بقى الخلاف هكا، قال لك كمل العقوبه ديالك، صافي كملتها، مجلس الوطني قال لي غنجي الفان جا عندك ما رجعش عندي النقابه، مع الجيس الوطني مؤخرا كنقول مريض ما تداويش عندي مرض جلدي، انت كنقيب اجي هبط الحبس، كيف صحفي ما يتداواش؟ خلي العفو، هذاك ملك البلاد ولا ربما الملك ما عنده حتى علاقه بالعفو، ربما جي اخر لجنه العفو اللي كتقاد وكذا جون سي با، واش الملك عيقرا العفو ديالي؟ درت له ملتمس ولا درت له طلب عفو؟ فهمتي الفكره؟ الملك كتجي لائحه ها اللي عيدوز العفو، ماشي غيقرا المهداوي كتب له، الملك يعني كان شي حوايج اللي فيها ما. انا ملي قلت لك هذه النقطه قبل ما ندوز لا مهمه، ملي كتبت لك حق خاصك تكتب بلاغه من نقابه الصحافه، اما تحرك على المستوى السجني اجي داويني وهضر، اما دير بلاغه اسكت حيت ما اتفقناش مع الاستراتيجيه اللي جاوا بها في الاول. انا راجل بكل تواضع وكنسلم للرجال، ولكن خص هو براسو البقالي جا لقاني جالس مع المدير لقيته، قلت للمدير انا استاذ تفضل خرج خليني مع الاخوان، انا اللي ساجين، هو اللي رئيس نقابه والاخر رئيس نقابه الدوليه وساكتين وجالسين، وانتم ما حرجتوش حتى قاعده ليا عاد تحاروا لي شي افراج ولا تعاونون عاقلسه مع مدير ماشي صحيحه، علاش المدير جالس؟ يجي عندي الوكيل بلا يجلس معايا بلا مدير، ماشي سواطني حقوق زي كيجلس معايا بلا مدير، انتم نقابه الصحافه جالس معنا مدير، اش دخل المدير فينا في مهنتنا وحرفتنا والنقد؟ قلبهم ولا فتشهم كاينش عيدور بيناتنا، اش يجلس المدير؟ سلطه المدير يتصنتش كنقولوا، انا قلت للمدير تفضل، هو ولا يقول لي واسكت صاحبي انت صاحبي. انايا واحد الانسان بسيط مغربي كائن بشر كما الله عز وجل، عندي نقص وعندي حويجات نستافد ونتعلم وربما نغلط مره اخرى ونصححه، انا واحد الانسان بسيط عنده واحد جوج فراتات كنتمنهم الله يوفقنا نربيهم مزيان، وكنسلم باغي البلاد تصلاح وكنشوفوا شحال وكنعاونوا باللي قسم الله بديك الكريمه اللي عندنا، وكنسلم لك كل شيء، عزيز عليا البرلمانيين وعزيز عليا الاحزاب وعز عليا المؤسسه الملكيه وعز عليا المواطنين وعز عليا الصحفيين وعز عليا كلشي، كل واحد عنده دوره في هذه البلاد وكله بلاصتو، انا مجرد انسان قادتني الظروف ربما على هذه المهنه، ربما كانت عندي الشجاعه قلت شي حوايج، ربما حياه ما تعرفش شنو يعني، ما الحبس كيضر، انا نكذب عليك دابا انا صطوي خصني شويه بشويه باش لان تجربه 36 شهر وانت الساروت غير صوتو طق طرق طرق 36 شهر وانت كتشوف الشبيك اللور والقدام، راه انا ثلاثه السوايع كنبقى نشوفها في الشبيك في الشرجم ديالي والله ما كنستازغو، كنبقى نشوف في الشبيك كنقول علاش هاد القسوه علاش دايرين ليها بحال شي الشبيك غديروا شي واحد شبيك في شبيك في شبيك جوج شبيكات اصاحبي زائد الحديد زائد الشرجم الجاج قسوه وقدامي شبيك وباب، غادي صعبك ساهله صعبك ساهله هادشي يا الاستاذ اسمعي الناس هذيك ديرها شي واحد مجرم خطير
هيهرب وكيهرس لك الكريجاجات ونصيب. ما تحطنيش انا في هادشي ولا صاوب لي شي غرف. كاين مصطفى بن حمزه دابا اللي في المجلس العلمي الوجده كتشوفوا كيناقش في الدين والرسول والاسلام زوين في خطابه ورجل هادئ عم فترضوا عادل بن حمزه هذاك مصطفى بن حمزه كتاب عليه مكتب غادي نسال بيرمي ما صاغوش قاش شي واحد ولا ما خلاش النفقه سي اكسيد قادو ما يجيش الحبس الا جابته الظروف بحال سيدنا يوسف مزيان هذاك مصطفى بن حمزه الغزال صافي غديروا المينوط من اللور بغيتي ديه الطبيب ابراهيم انزا كيقشل هو باش ديروا العادل العثماني يعطيو المينوط من اللور صافي غيبقى يقطع هو الخضره باتصالات المغرب ما تعطيه الجنويه مصطفى بن حمزه دابا يخطط يدو انا ماني انا تعطيني انا كنقطع اتصالات المغرب صاحبي كاغي داك اتصالات المغرب نقطع بها انا البصله وماطيشه صح طون طون خصك تعطيه لواحد خينا قاتل شفار ولا مثلا ما عرف كيف داير ويكبوا لك في زلافه ويجيبوا لك ما تدخلش عندك الباطه ديال طول الغرفه وانت عاوز انت صحافي صح فاش عندي عند ربي انا بغيت نشرط شي واحد نخطط انا شمكار شلحتي الالام المعنويه وهي مسائل كتبان لك بسيطه ولكن كتقاسف في عمق كيف انا بحالي بحال الشمكار كان واحد قال لي زيدك دغيا زيدك وانا عندي 10 شهور صافي تمكنت ودخلنا عليك بالله واش غتقطع اللحم وتلقى اللحم علاش غتلمسها ملي كتبان لك على اللحم وهكاك عيدوا وزيدوا عليها زعما كيفاش قلت له على اللحم نقلعوها الحماقه قال لي ولا راه شي زواره بعض المرات كيف شي زواره ولا مخبع شي زوارات ولا انت قلت للمدير قلت له صاحبي راه شي هادشي ناقص بعض البعض تنقول لك ماشي كاملين طونسيون بعض المرات كتكون شي بحال هادشي اللي قلت لك جي زوارات طاساك شي حوايج كيبان لك انت صاحبي الثومه تغيت عاد الثومه حمقت عليها ما يعطيكش الثومه واش هي الثومه من حقين عندي السلبه واش كاين عقوبات يمنعوا من اكل الثومه وانا مريض حملوني والله لا خديتي الثومه الاوس والله لا خديتيها عطريه والله لا خديتيها اكسيتيرا شي حوايج كتلقى راسك كتصارع مع جزئيه السد تدمرك لك المده طويله وكنتي نفسك حاره صايبه صاحبي ماشي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا